السلام عليكم واهلا ومرحبا من جديد اخي الكريم، لا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات على الكل ليصلك كل جديد القناة. جيرم دوكو ينفي انتقاله لليفربول. وضح مهاجم منتخب بلجيكا والفريق الاول لكرة القدم بنادي رين جيرم دوكو سبب تفضيل الانتقال من اندراخت في الميركاتو الصيفي الماضي الى النادي الفرنسي وليس ليفربول. ووقع دوكو الذي كان يهتم ليفربول بضمه في شهر اكتوبر الماضي على عقد لمدة 5 سنوات مع رين مقابل 26 مليون يورو ليبدأ مغامرته الجديدة في مسيرته الكروية وهو في 18. وكشف جيرمي عن سبب رفض ليفربول في تصريحات لصحيفة بلجيكية وقال: لقد درست العروض المقدمة لي بشكل دقيق، كتبت جميع النقاط الإيجابية وعندها فقط اتخذت القرار. وتابع: أدركت أنني بحاجة أولا إلى الانتقال لمرحلة أعلى من الدوري البلجيكي، لأن الانضمام إلى نادي كبير الآن سيكون من السابق لأوانه. وأتم تصريحاته: ما زال أمام الكثير من الوقت لمثل هذه الخطوة، لا يزال لدي الكثير لأتعلمه، ولذلك أعتقد أن رين هو المكان المناسب لي.